كذا لكنها مقطوعة لتصل إلى صافرة مخالفة ضربة حرة مباشرة. على مستوى الكأس روما فاز 9 مرات وجاء وصيف 8 مرات. على الصورة نينجولان واقع على أرضية الملعب البلجيكي بعد الاحتكاك الأخير في الكرة الماضية. واضح اصطدام قوي جدا كان هذا. الفريق العلاج الطبي يتدخل الآن لإسعاف اللاعبين بعد هذا التداخل القوي الذي كان باللعبة الأخيرة. أكثر